بعد إبلاغ دعم حفتر البعثة الأممية أن هذا الأخير سيدخل طرابلس قبل الاجتماع التحضيري لمؤتمر برلين المزمع عقده الثلاثاء ورفضهم الحل السياسي، أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنهم لم يتلقوا أي إشارات على إمكانية سقوط العاصمة طرابلس. ومقابل ما يروج له حفتر وسعيه لفرض سياسة الأمر الواقع على المبادرة الألمانية وإيجاد مكان في أي مفاوضات قادمة، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً فيما يحدث على الأرض في طرابلس، في إشارة إلى تهديدات حفتر بدخول المدينة، ونفى أن يكون لهم خطط بشأن مستقبل العاصمة. وأمام هذه الوضعية دعا بوريل كافة الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي إلى وقف العنف وتجنب مزيد من التصعيد في طرابلس، وأشار إلى أن اندلاع حرب الشوارع في المدينة ستكون له آثار سيئة على المدنيين على حد تعبيره، وأعرب عن أمله في أن يجد مؤتمر برلين حلاً مستداماً للوضع الليبي. في المقابل قال وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بما سماه دورا غير مهم في الشأن الليبي، وشدد على ضرورة انخراط جميع الدول الأوروبية في مسار حل الأزمة، مشيرا إلى أن الجهات الفاعلة على الميدان تنتمي إلى مجتمع دولي يتوسع شيئا فشيئا حسب قوله. ومع تدهور الوضع على الأرض وغياب فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار المستمر منذ 4 أبريل الماضي، دعا وزير الخارجية الإيطالية جميع الدول التي تغذي الصراع الليبي وتدعم العدوان على العاصمة طرابلس إلى التوقف عن أي نوع من التدخل والسماح بوقف إطلاق النار. تصريحات دي مايو كان أكدها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في وقت سابق، حيث قال إن الملف الليبي لم يعد ذا تأثير أوروبي، خاصة مع تراجع التنافس الإيطالي الفرنسي ودخول لاعبين جدد على خط الصراع، خاصة منهم روسيا التي تدعم حفتر بالمرتزقة في محاولة لاختراق أسوار العاصمة. وفي انتظار ما ستحمله الأيام القادمة، يتساءل البعض عما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي والدور الذي يمكن أن يلعبه في دعم مؤتمر برلين بخصوص ليبيا بعد عرض الخطة الألمانية في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في محاولة لإيجاد توافق دولي بشأن الملف الليبي.